بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، مرة أخرى نحييكم من ميدان التحدي في الشحانية في هذا المهرجان الكبير، في هذا الأداء وفي هذه الانطلاقات المميزة وهذا التنظيم الرائع في الشحانية. وهذا الشوط الذي أمامكم هو الشوط 14، الانطلاقة قبل النهائية لختام هذه الجولة الصباحية. لنلتقي معكم في فترة أخرى هي الفترة المسائية، ونحن اليوم مشاهدي الأعزاء في إن شاء الله في تمام الساعة 1 بعد ظهيرة هذا اليوم، وأشواط السيارات والأشواط الجميلة ومع الإذاع والإمتاع مشاهدينا في هذا الأداء المميز. نعود مشاهدينا للشوط ونتواصل مباشرة هناك إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول والصدارة. الآن نقترب من صدارة الشوط لنعطي تفاصيل هذه الانطلاقة التي أمامكم. المركز الأول متواجد الشاهنية مملوك لناصر بن أحمد بن محمد المالكي الجهني الذي يتقدم في هذه اللحظات إلى صدارة هذا الشوط. المركز الثاني موجود وديان مملوك لصالح بن حمد بن أحمد بن هويمل العامري الذي أيضا يتابع هذه الانطلاقة لوديان. النقلة القادمة والوصول والقدوم من قبل هملولة مملوك لفهد بن حصين النعيمي الذي يتقدم مع هذا الشعار الجميل، شعار بن حصين له ايضا انطلاقات المعروفة. نعود معكم ونتابع هناك الدخول مع هناك المركز اللي قادم والمركز الرابع التي وصلت بلاد الاعزاء في هذه اللحظات. اسمحي لي لحمد بن علي بن محمد الشراب الذي يتقدم في هذا الاداء مع اسمحي لي. النقلة القادمة والمركز الخامس من عمق الميدان من الناحية الاخرى، الظبي تتدخل بشعار ايضا من الشعارات المهمة والجميلة واللي قادمة من الامارات وخاصة من امارة دبي. هناك محمد بن جعفر المرخان الاكتبي يتقدم مع هذا الاداء وينطلق من الناحية الاخرى مع الظبي الى المركز الخامس. الخمسة مراكز المتقدمة، الأداء الجميل، الكل بالفعل يسير بهذا الانطلاق مع هذه الشعارات الجميلة ومع قناة الريان الفضائية التي مشاهدي الأعزاء تتابع عن كثب هذه الانطلاقات وبصورة مميزة وبتصوير جميل لكافة الإخوة المعاملين والمتابعين عبر الهواء مباشرة. نعود للشوط، نعود للأداء، وشوفوا هنا أيضا مقدمة الشوط. مشاهدينا نعود للشوط ونعود للأداء والمركز الأول التي انطلقت شعار النعيمي بن حصين من الجانب الآخر يتدخل في هذه اللحظات مع هملولة. فهد بن حصين النعيمي ينتقل ولكن شعار بن هويمل، شعار بن هويمل أيضا ينافس من البداية على الصدارة بمداخلة واشتراك وديان لصالح بن أحمد بن هويمل العامري. تنتقل للصدارة النقلة القادمة، وصل بن مرخان، وصل بن مرخان مع الظبي، وصل هناك ايضا مشاهدي الاعزاء ليقدم لنا الاداء الظبي لمحمد بن جعفر المرخان الاكتبي. وسعود الحبسي يتابع هذه الانطلاقه، له التحيه، الله على الاداء الجميل الذي يقدم مشاهدينا. نعود للمركز الرابع، المركز الرابع هناك الدخول، هناك الانتقال، هناك هناك وصلت الان النواعس لمسعود بن ناصر بن حمد الفهيدة. يتدخل المري من العمق الميدان من المناطق الخلفية ليحط الرحال هنا ويراقب الموقف في الصدارة لينتهز الفرصة، ولكن من وصلت هي كذلك الأخرى. تدخلات من روعة لمحمد بن عبيد بن محمد الحميري اللي قادم أيضا بقوة لينتقل في المركز الخامس. هذه الخمسة ولكن خلف الخمسة شعارات تصور وتجول مشاهدينا ولا انجازات لا سجل الحافل الذي يشهد له. بالفعل خلونا نتابع، خلونا ايضا هناك ايضا الاسامي القادمه التي بدات توصل رويدا رويدا، الله، ولكن هناك بن حصين
هناك بالحصين الذي يدفع مشاهدي الاعزاء للصداره ويجر الشوط. هذا هو بالحصين الذي جر الشوط من البدايه مع هملوله، بالفعل هملوله من الاسامي القويه ومن السلالات التي تعرف تجر الشوط. الله بالفعل، وتعرف تنهي نهايه عدله. الله يا سلام يا بن حصين يا فهد، يا بن حصين يا النعيمي، عندك سلاله هملوليه. بالفعل النقله القادمه، ارى التدخلات، ارى الغدوم من وديان، وديان وصالح بن احمد بن ويمل. هذا الشعار من الشعارات التي ايضا تصول وتجول، الشعارات التي دائما تسطر حروفها من ذهب، بينما وصلت الظبي بشعار بن مرخان. الله على الشوط، اسامي قويه مشاركه في هذا المهرجان، وشعارات اتت من كل دول الخليج هنا مشاهدي الاعزاء في ميدان التحدي. الله شوف اللي قادمه، شوف اللي قادم مخرجنا، يا مخرجنا قادم ايضا يعطينا المركز الرابع التي وصلت بقوه في هذه اللحظات. الله العنديه وصلت لمحمد بن علي بن احمد، المعاضيد وصل المعاضيد، ولكن الشعار الاقتصادي الذي اخترق من اصعب مكان في الميدان ليكون متواجدا مع منصوره حمد بن غانم بن علي بن حموده الذي قدم لنا واحده من اجمل اللوحات في الشوط الماضي وحصلت على افضل توقيت. الله يا سلام، الشعار الوذباوي الجميل، الشعار الاقتصادي، شعار بن حموده كما تابعنا دائما نتابعه ما شاء الله في المواقف الجميله. نعود للشوط، نعود للاداء والمقدمه والمركز الاول التي ما شاء الله اخترقت. الله شوفوا ام الشعار العنابي التي اخترعت بقوه شعار المعاضيد، محمد بن علي بن احمد المعاضيد وصل. الله له انجازات وامال الشحانيه وجماهير الشحانيه ايضا تتابع هذا الشعار وشعار المعاضيد في الصداره، يسحب الشوط بكل جداره، بدا يجر الشوط بن حموده احمد بن غانم بن حموده وصل ايضا بقوه، بن هو من انطلق، بن هو من انطلق. الله على الشوط، الله الله الله، راية العين، 600 متر باقي وباقي وما شيء باقي الا الناموس باقي، والسلام للامارات سلام، والسلام لابن هويمل سلام. هذه امامكم وديان لصالح بن احمد بن هويمل، صالح وصالح جماهير، صالح ودائما مع صلح الجماهير بهذا الانطلاق الجميل. سلام للامارات بهذا الفوز الجميل، تهانينا لصالح بن احمد بن هويمل العامري بفوز وديان، ولها انجازات سابقه كما عودنا شعار بن هويمل له التحيه. يا سلام، وتحيه لكل قوم بن هويمل بهذا الاداء الجميل، والسلام للعين سلام. وهذا هو بن هويمل في خط النهايه، ولكن شوفوا المفاجاه، شوفوا المفاجاه القويه عند ارصاد لعمير بن الصغير بن قنون الكتبي الذي قدم مشاهدي الاعزاء لنا ارصاد في اللحظات الاخيره. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت الظبي لمحمد بن جعفر مرخان الكتبي، والمركز الرابع، المركز الرابع كانت متواجده مشاهدي الاعزاء العنديه لمحمد بن علي بن احمد المعاضيد. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت بقوه كانت ايضا مشاهدينا منصوره لحمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري. هذه النتيجه. نعود للشوط، 9 دقائق 34، 9 دقائق و34 و62 جزء من الثانيه. تهانينا بفوز المركز الاول الذي قدمها لنا بالفعل، كانت المركز الاول وديان لصالح بن احمد الهويمي للعامري، والتحيه والسلام للعين. المركز الثاني، 9 دقائق 36 و48 جزء من الثانيه. تهانينا لمالك المركز الثاني اللي هي كانت وصلت، فاجاتنا بالفعل مفاجاه من ارصاد لعمير بن صغير بن قنون الكتبي، قدم لنا ارصاد. المركز الثالث، 9 دقائق 37 92 جزء من الثانيه، هي التي وصلت بقوه الظبي لمحمد بن جعفر بن مرخان الكتبي. تهانينا والناموس لكل الذين فازوا معنا في